Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، تعالوا بينا إن شاء الله نختم في الحلقة دي مراجعتنا اللي ابتديناها من 6 حلقات ودي الحلقة 7 واللي هنتكلم فيها How to make a WH question. إزاي هعمل سؤال بيبدأ بأداة استفهام. شكل ما خدنا قبل كده ان السؤال عندنا نوعين اتنين، yes and no question، يعني سؤال بيبدأ بفعل مساعد and WH question، وسؤال بيبدأ بأداة استفهام. خدنا ال yes and no question بكل احواله، والنهاردة ان شاء الله هناخد ال WH question بكل احواله، فمعذرة اذا كانت الحلقة هتطول شوية. واحنا قلنا يا جماعة ان حلقاتنا اصلا اللي هو بيتفرج على دقيقة او دقيقتين قلنا ده مش هيستفيد اي شيء، اما الطالب اللي بيحب ان هو يقعد ويركز من اول كلمة لآخر كلمة ده اللي هيستفيد استفادة كبيرة جدا إن شاء الله. طبعا النهاردة أنا بعمل سؤال بيبدأ بأداة استفهام. إمتى السؤال يبدأ بأداة استفهام؟ طالما الإجابة بتاعتي مش بيس ولا نو، يعني لما أشوف الإجابة تحت مش بيس ولا بنو يبقى إذن أنا بعمل سؤال بيبدأ بأداة استفهام. وهنا أنا بختار أي حاجة في الجملة وأبدأ أعمل عليها سؤال، يعني ممكن كذا جزء في الجملة أنا أقدر أعمل عليه سؤال. طبعا أدوات الاستفهام like what, when, where, why, what time, how many, how much, etc. دي كلها بسميها أدوات استفهام. طبعا أداة الاستفهام بتختلف على حسب الجزء اللي أنا بسأل عنه في السؤال، يبقى هنا لازم أكون حافظ كل أداة استفهام بتسأل عن إيه. طيب جميل، طب ازاي هكون بقى السؤال اللي بيبدا باداه استفهام؟ شكل ما قلت قبل كده ان سواء ببدا سؤال بفعل مساعد او ببدا سؤال باداه استفهام برضو كده كده بحتاج الفعل المساعد، لان لما اسال باداه الاستفهام هلاقي وراها helping verb فعل مساعد وبعدين subject وبعدين فاعل وبعدين المين فيرب اللي هو الفعل الاساسي وبعد كده بتيجي الكومبلمنت اللي هي تكمله السؤال. For example على سبيل المثال when I say my favorite subject is English. When I say my favorite subject is English. طبعا هنا لو جيت قلت لك اسأل لي على كلمة English. English دي اسم غير عاقل، فبالتالي لما اسأل عنه هسأل عنه بكلمة what. تاني هسأل عنه بكلمة what. what دي بسميها أداة استفهام. طيب أداة الاستفهام دي المفروض إيه اللي أنا بجيبه وراها في السؤال قال لي اللي بيجي وراها الفعل المساعد. طبعا لما هروح هلاقي هنا الفعل المساعد بتاعي is. انا قلت يا جماعه فيرب تو بي سواء فعل مساعد او فعل اساسي كده كده باخده واعمل بيه كل شيء، فبالتالي هقول وات از، يبقى اللي جه ورا وات هو از، وبعدين قال لي كل اللي قبلها يجي بعدها لان هو ده الفاعل. طيب عارفين ان ماي بتطلع في السؤال يور، فتبقى وات از يور فيفورت سبجكت. وات از يور فيفورت سبجكت يعني ما هي مادتك المفضله. Another example، مثال تاني، when I say I will go to Aswan tomorrow. I will go to Aswan tomorrow. يعني أنا سوف أذهب إلى أسوان غدا. طبعا هنا لو قلت لك إيه اللي أنا ممكن أسأل عنه في الجملة دي؟ هتقول لي ممكن أسأل عن tomorrow وده زمن. طب هسأل عنه بإيه؟ هتقول لي هسأل عنه بوين. طيب ممكن أسأل عن إيه كمان؟ هتقول لي ممكن أسأل عن to Aswan. وده place المكان. طب بسأل عنه بإيه؟ هتقول لي بسأل عنه ب where. طبعا لما اقول لك هنا انا هكمل السؤال ازاي؟ هتقول لي ايوه بعد أداة الاستفهام انا لازم ادور على الفعل المساعد. لما هروح للفعل المساعد هنا هلاقيه will. will ده شكل ما انت قلت لي ان هو modal verb، يعني ما بفكرش ببدو على طول سواء في النفي او في السؤال، فاذا هقول when will. when will. طب وبعدين قال لي الفاعل اللي هو I هطلعه you، فتبقى when will you. when will you وكمل عادي خالص go to Aswan. when will you go to Aswan واحط الكويستشن مارك بتاعتي علامة الاستفهام. طبعا هنا انا ممكن اجيب tomorrow، قال لي لا طبعا طالما جبت اداة الاستفهام لازم اشيل الاجابة بتاعتها. اما اداة الاستفهام التانية وهي where اللي معناها اين، عشان اسال بيها واقول لك امال هشيل ايه في الجمله اللي بسال بيها، هتقول لي هشيل تو اسوان. تو اسوان يعني ما تشيلش اسوان بس، هقول لك لا هتشيل تو اسوان لان هو ده المكان. طيب هكمل السؤال ازاي؟ قال لي بعد وير محتاج فعل مساعد، هروح الاقي ويل
خلاص ما بفكرش بجيبه. وبعدين الفعل بتاعي اي هحوله ليو فيبقى where will you go، وهنا لازم اجيب tomorrow لاني انا ما سالش عنها تاني. where will you go tomorrow؟ يبقى اذا هنا لما جيت كونت سؤال جبت اداه الاستفهام وبعدين الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل الاساسي وعلى طول حطيت التكمله والquestion mark. طيب another example، مثال تاني. when I say احمد plays football to be fit، احمد plays football to be fit يعني احمد بيلعب الكوره عشان يكون قوي. طبعا هنا لو بصينا to be fit هلاقيه ان هو سبب. طيب وانا بسال عن السبب بايه؟ هقول لك انا بسال عن السبب بكلمه why، يعني why يعني لماذا. طيب انا عايز اكمل السؤال يبقى اذا هقول why واجيب وراها فعل مساعد. رحت ايه ده؟ مفيش فعل مساعد. طيب طالما مفيش فعل مساعد برافو عليكم ممتازين، يبقى انا هروح بس ال do does و did. على طول هشغل دماغي هلاقي ان الفعل بتاعي في اس، فبالتالي لازم اجيب does. يبقى اذا هقول why does، why does. قلت طالما قلت does بجيب وراها الفعل اللي هو احمد، بس لازم اشيل الاس الموجوده في الفعل فتبقى why does احمد play football. Why does أحمد play football؟ مستر أنا هكمل to be fit، هقول لك لا يا باشا. ليه؟ لأن to be fit دي هي الإجابة ما أقدرش أجيبها مع أداة الاستفهام بتاعتها. Another example، when I say I have a car، I have a car. وهنا قلت لك اسألني مثلا على كلمة car، car دي اسم غير عاقل فأنا هسأل عنه بكلمة what، what دي أداة استفهام محتاج وراها فعل مساعد، هروح ألاقي have. أيوه برافو عليك، انت قلت يا مستر لما الاقي هاف استنى شويه اشوف يا ترى وراها فعل اساسي ولا مفيش. هنا مفيش وراها فعل فبالتالي هجيب برافو عليكو دو، فهقول وات دو واي هتطلع يو، يبقى وات دو يو هاف، وات دو يو هاف. طب لو جاب لي نفس المثال يا مستر وقال لي اي هاف جوت ا كار، اي هاف جوت ا كار يعني انا عندي عربيه، ده هو نفس المثال وقلت لك برضه اسال لي بكلمه وات، هتقول وات دي بتسال عن السياره، يبقى اذا في الاجابه السياره هتتشال. طيب وات محتاج وراها فعل مساعد، هروح الاقي هاف. طب اخدها ولا اداه الاستفهام؟ هتقول لي ايوه هاخدها. ليه؟ هقول لك اصل جه وراها فعل اساسي فبالتالي هقول وات هاف، واي هتطلع يو، يبقى وات هاف يو جوت، وات هاف يو جوت، واحط الكويستشن مارك بتاعتي. Another example، مثال تاني. when I say أحمد does his homework at 7 o'clock، أحمد does his homework at 7 o'clock. طبعا لما أجي أقول لك اعمل لي سؤال هتقول لي والله أنا هسأل ب what time، what time دي بتسأل عن التوقيت، يبقى عشان أسأل ب what time يبقى إذا هشيل at 7 o'clock، at 7 o'clock يبقى أنا هسأل ب what time، what time دي محتاج وراها فعل مساعد، هروح ألاقي does. برافو عليكم فعلا، انت قلتيها يا مستر لما داز يجي كفعل اساسي باخدها صحيح بس بسيب مكانها دو، فبالتالي هقول what time does احمد do his homework، what time does احمد do his homework. اوعى تقول what time does احمد his homework، قلت لك ركز do does و did، لما يكون جايين كفعل اساسي لو نفتهم سيب وراهم دو، لو خدتهم في السؤال سيب مكانهم دو، فبالتالي هقول what time does احمد do his homework، what time does احمد do his homework. طيب امتى بقى انا مش محتاج التركيبه بتاعت السؤال دي لما اجي اعمل سؤال؟ يعني امتى لو عايز اعمل سؤال انا مش مقيد بالتركيبه بتاعت اداه استفهام فعل مساعد واروح اجيب الفاعل وبعدين اكمل؟ قال لي في حاله واحده بس لما اجي اسال عن الفاعل، سواء كان الفاعل ده عاقل او غير عاقل، وهنا ما بتختلفش اداه الاستفهام هو عن وات، يعني عادي جدا بسال بو بسال بوات بسال باي اداه الاستفهام عن الفاعل، كل اللي انا بعمله بشيل الفاعل واحط اداه الاستفهام واكمل عادي خالص واحط كويستشن مارك، في فعل مساعد فيه ما فيش فعل مساعد ما بروحش اعمل تركيبه السؤال ده. For example على سبيل المثال when I say احمد won the game، احمد won the game يعني احمد كسب المباراه، لما اجي اقول لك هنا اسال لي بهو، وهنا أداة الاستفهام بتسأل عن الاسم العاقل والاسم العاقل هنا هو أحمد، يبقى إذا أحمد ده لازم أشوف موقعه في الجملة هتقول لي ده فاعل. طيب إذا لما أسأل عن أي فاعل بشيل الفاعل وأحط أداة الاستفهام بتاعتي وخلاص، فبالتالي هقول who won the game،
who won the game. مستر انت هنا ما جبتش did. مش حضرتك قلت ان لو في فعل في زمن الماضي بجيب did وارجع الفعل اصله؟ هقول لك ماشي حبيبي. الكلام ده لو انا بسأل عن اي حاجة تانية غير الفاعل. انما هنا لاني بسأل عن الفاعل كل اللي انا عملته شلت الفاعل وحطيت اداة الاستفهام اللي هي هو فبقت هو won the game. هو won the game. وكده يبقى احنا انهينا الجزء الخاص بالمراجعة اللي كانت قبل دخول المنهج. انتظرونا ان شاء الله في الحلقات اللي جاية، بس هتكون اولى اعدادي لوحدها وتانية اعدادي لوحدها وتالتة اعدادي لوحدها. هندخل ان شاء الله في المناهج بشكل مفصل ان شاء الله. ما تنساش شير لكل زمايلك ان شاء الله. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. ما تنساش شير دايما في الخير، وزع على كل زمايلك، خلي كل زمايلك يتفرجوا ويستفيدوا ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.